عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي وأعزائي طلاب الصف الثاني الابتدائي، أهلا وسهلا بكم. نستكمل مع باقي دروسنا النهاردة إن شاء الله، هنكمل شابتر 6 اللي احنا شغالين فيه. هناخد ليسون النهاردة تحت عنوان مور إيه بقى؟ الكلمة دي احنا هنقرا الأول الجزء ده ري صف، رايز صفوف، أريز صفوف، مور أريز، more arrays. هناخد ايه؟ ray اللي هي صف، هناخد اكتر من صف، هيبقى عندنا صف واثنين وثلاثه واربعه. هنشوف كده الليسون ده بيتكلم عن الصفوف. تعالوا نشوف كده مع بعض. solve بيقول لي ايه؟ solve سنه ثانيه حل، solve حل، the array حل الصفوف اللي جايه ديت، وبعد ما نحلها write اكتب لي the addition، addition يعني اكتب لي البلس بتاعهم، كلمه addition دي يعني بلس equation. طيب equation ديت يعني ايه؟ يعني نطلع الايه الريزلت بتاعنا، معناها هنشوف الاديشن ده يطلع بكام. طيب نشوف كده مع بعض، بص على الشكل الاولاني مع بعض كده سنه ثانيه. الشكل ده كده مع بعض كده بنسمي ده ري، وده كمان ري، يبقى arrays عندي صفين اتنين اهو، يبقى rows 2 صفين، ديت معناها صف، وcolumns معناها عمود. طيب الصف ده شكله زي سنة تانية، بيبقى شكله عامل كده، ده اللي انا بشاور عليه كده، ده اسمه صف، ده ري روز، وده كمان ري، يبقى انا عندي تو روز اهمت اتنين، يبقى تو. طب نعد بقى الكولومز كده، عندي كام كولوم؟ 1 2 3 4 5 6 اهو، عندي عندي 6 اعملهم 6 كولوم، مش كده؟ طب هنا يبقى هكتب هنا 2 اللي هم الروز بتاعنا، الرو بتاعنا، وهكتب هنا كام؟ 6 الكولوم بتاعتنا، 6 6 عواميد، عندي صفين وست ايه عواميد. طيب عاوز اعرف كلهم على بعض هيطلعوا كام؟ طبعا انا لو عملت لهم كاونت فوق عديتهم، تعالى كده مع بعض 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 يطلعوا 12. بص بقى ممكن نعمل حاجه جميله قوي كده سنه ثانيه، number of colors عدد الالوان اللي قدامنا دي، هاخد ال 2 دي واعمل لها repeated 6، اكررها 6 مرات، اهي 2 بلس 2 بلس 2 بلس 2 بلس 2 بلس 2 بلس 2، اهي يعني ال 2 دي اكررها على قد الرقم ده، على قد الكولوم 6 اهو، يبقى 1 2 3 4 5 6 اهو، يبقى ايكوال كام؟ 12. طيب ممكن ناخد ال 6 ونعملها repeated 2، نكررها مرتين، 6 دي اكررها مرتين اتنين بس، تعالى نشوف كده، يبقى 6 بلس 6 يبقى كام؟ 12، هيدينا نفس الريزلت بتاعنا او نفس ايه الناتج. طيب تعالى نشوف كده السكند الثانيه ديت، ده كده هيبقى ايه؟ رو. طب وده رو، وده رو، عندي كام رو كده؟ 3، يبقى عندي رو 3. طب والكولومز 1 2 3 4 اه رايت 4، يبقى الرو 3 والكولوم A 4، يبقى عندنا 3 باي 4، 3 الروز بتاعنا وال 4. طيب يلا نطلع بقى نحسبهم كده، لو عديناهم فوق طبعا هيطلعوا برضو كام؟ 12. 3 ممكن اكتبها كام مره؟ 4 ريبيتد 4، اكررها اربع مرات، اهي 1 2 3 4، واعمل لهم بلس بقى زي الشطار كده، هنعمل بلس 3 اند 3 6 اند 3 9 اند 3 12. وممكن السنة تانية نقول ايه؟ ال 4 هكتبها ثلاث مرات، اي 4 and 4 and 4، واعمل لهم بلس كده يدونا كام؟ 12. ولو عدينا كمان وعملنا كاونت للبيكتشرز دي كده هتشوف قد ايه لهم فعلا ايه 12. جميل. طيب نروح بقى للبيكتشر اللي بعديها، نشوف دي كده عندنا كام رو وكام كولوم. يلا يلا نعد الصفوف كده، ادي 1 2 3 4 يبقى رايت 4. الكولومز عندي كام؟ نعد مع بعض يلا 1 2 3 4 4، يلا نحسبها تبقى ايه بقى؟ هتبقى 4 باي 4. طيب نمبر اوف ذا شوكليتس عدد الشوكولاته ديت، او يبقى ال 4 دي هكتبها كم مره؟ اربع مرات، هكتفي بكتابه حاجه واحده، لان لو قلت ال 4 اعملهم 4، وبرضه لو قلت من هنا ال 4 هعملهم 4، فانا هكتبهم مره واحده بس، يبقى 4 بلس 4 بلس 4 بلس 4 ايكوال ايه سنه ثانيه؟ 16 لما نعملهم بلس. تمام؟ طيب تعالى نروح ل
اللي جنبها دي نشوف كده ال x ديت. الرو عندي كم صف هنا؟ يلا نعدهم مع بعض. ادي 1 الصفوف، ادي 1 and rows، ادي 2 صفين اثنين اهو، يبقى 2. طيب عندي كم كولومز، كم عمود؟ يلا نعد مع بعض. 1 ادي 2 3 ادي 4 ادي 5، يبقى 5. تمام، يبقى هم قايلين ايه سنه ثانيه؟ 2 باي ايه 5، يعني 2 اكتبها كم مره؟ خمس ايه مرات، او ال 5 اكتبها مرتين. طيب اي 5 اند 5 يبقى 10، او انا اقول ال 2 اكررها بقى اعملها ايه ريبيتد 5، يبقى 2 ادي 1 اكتبها 1 2 3 4 5 واعملهم بلس بقى، دول كلهم بيطلعوا كام؟ 10. فعلا لو رجعنا للصوره ديت وعدينا اللي فيها هلاقيهم فعلا 10 اكس. يس، طيب نكمل يلا مع بعض. تعال نشوف دي كده سنه ثانيه مع بعض كده. بيقول لي ايه؟ بيقول لي هنا درو ارسم ذا array صفوف on the grid according to the name، على الشبكه اللي موجوده قدامنا دي، قدامنا الشبكه كده احنا عاوزين نرسم بقى الايه الصفوف بايدينا. هيبقى معاك قلم بقى دلوقتي يلا وترسم معايا. هنا مثلا بيقول لك 2 باي 3 ديت اللي هي الرو اللي هو الصف، عندي صفين ودي 3 اللي هم ايه 3 عواميد. يلا ال 2 اهي، هعمل هنا مربعين في الاول كده 1 2 تحت بعض كده 1 2 ادي صف وادي صف، ادي صف وادي صف سنه ثانيه، ادي 1 وادي 2 خلاص. وهو عاوز كام عمود؟ 3، يبقى اضطر اعمل هنا ادي 1 2 3 وادي 1 2 3، يبقى عاوزني اعمل صفين. عاوز اعمل كام صف؟ 2 راي 2 رو، اعمل صفين، الصف الواحد فيه 3، يبقى هو انا اعمل كده ادي صف ادي رو 3 اهوت وادي كمان رو 3، يبقى هو ده اللي عاوزه. طيب شوف هنا بقى، يبقى هنا 2 باي 3 دي معناها ايه؟ ال 3 ممكن اكررها كم مره؟ مرتين. هاخد الرقم الكبير واكرره على قد الرقم الصغير، اخد الجريتست نمبر واعمله ريبيتد على السمولست نمبر، يبقى 3 بلس 3 ايكوال ايه 6. واحنا لو جينا فعلا عملنا كاونت لدول هنلاقيهم ايه 6. طب تعالى نشوف دي كده مع بعض. 3 باي 4 دي معناها ايه؟ 3 rows and 4 columns، يعني هنعمل 3 صفوف. كام صف؟ 3 صفوف، كل صف 3 صفوف ونعمل منهم 4 أعمدة. 3 صفوف، الصف الواحد فيه 4 مربعات. 3 صفوف، الصف فيه 4 مربعات، يبقى نعمل آخد الصف ده أعمل فيه 4 أهو. 1 2 3 4 أدي الصف الأول، 1 2 3 4 أدي السكند، 1 2 3 4 ادي الثيرد، يبقى 4 ده الرو كده اعمل فيه 4 واكرره كم مره؟ 3 ايه مرات اهو، يبقى ال 4 متكرره 3 مرات، او ال 3 متكرره 4 مرات، 3 كده 3 بالشكل ده مكرر لنا 4 ايه مرات خلاص كده. طيب يبقى ناخد ايه؟ هاخد ال 4 واعملها ريبيت كم مره؟ 3، يبقى دي 4 بلس 4 بلس 4 ايكوال ايه 12. تمام، يلا بالقلم بتاعنا 5 باي 2. ممكن اقول ايه سنه ثانيه؟ اعمل صفين كل صف فيه كام؟ 5، او اعمل عمود واحد فيه 5 واعمله كام صف؟ صفين. يعني ايه تاني 5 باي 2؟ يبقى انا بص كده جيت عملت ايه 5 بيجي 5 اهي، قمت عامل كده، قمت عامل كولوم بقى 1 2 3 4 5، عملت كولوم اهو فيه 5، وهعمله كمان مره عشان ال 2 دي لانه بيقول لي اعمله مرتين اهو 1 2 3 4 5. ممكن اعكس اعمل 2 واكررها كم مره؟ 5. انا عملت ال 5 وكررتها مرتين، يبقى ال 5 اكررها مرتين اهي 5 بلس 5 ايكوالز 10. تمام، 4 باي 5 يلا اعمل ايه؟ ممكن اعمل كولوم في 4 واكرره كام؟ 5 اهو، يلا 1 2 3 4 عملت اهو عمود في 4 وهكرره 5 مرات، ادي 1 وادي 2 وادي 3 وادي 4 وادي 5، وهاخد ال 5 اعمل لها ريبيتد كام؟ 4، يبقى 5 بلس 5 بلس 5 بلس 5 ايكوال كام؟ 20. طبعا ال 20 هنا لو انا صغرت صفحه شويه هبان اهيت 20 اهي، اوكي؟ تمام، يلا نكمل مع بعض. شوف هنا 3 باي 3، يبقى هاخد كولوم في 3 عمود في ايه؟ 3 او 1 2 3 واكررهم بقى، اكرر العمود دوت 3 مرات، ادي مره واعمل كمان ادي مره وادي كمان مره 3،
3 by 3 دي معناها ايه؟ 3 plus 3 plus 3 equals ايه سنة تانية؟ 9. 2 by 4 دي معناها ايه؟ معناها اللي انا هعمل كولوم عمود فيه 2 واكررهم 4 مرات. اهو يبقى 2 1 2 ادي كولوم اهو واعمله ريبيتد 4 1 2 3 4 اهو 4 عمال. ودي هاخد الرقم الكبير واكرره على قد الرقم الصغير. Great number repeated the smallest number. ال 4 repeated 2 يبقى 4 plus 4 equal 8. تمام. يلا. بيقول لي هنا يا سنة تانية تعالوا كده صور شو عشان نشوف. بيقول لي هنا draw ارسم the array ارسم انت برضو according to the name على حسب النيم وحلها لي solve ايه تحلها. طيب تعالوا نشوف كده مع بعض. 6 by 4. هعمل عمود فيه 6 واكررهم 4 مرات 6 by 4 yes تعال نبص كده 6 كده 1 2 3 4 5 6 كلهم 6 ونكررهم 4 دي 1 ودي 2 ودي 3 ودي 4 نبتدي نلونهم زي ما احنا عاملينهم من فوق كده الرو عندنا 6 والكولوم عندنا ايه 4 او العكس برضو ممكن تبقى صح بس انا عملت هنا فوق هنا نشوف كده الرو عملت كام صف هنا 1 2 3 4 يبقى المفروض هنا كنا هنا عملنا الرو 6 صفوف والكولوم كام 4 مظبوط يبقى لهم قايلين ايه 6 نعملها كم مره 4 مرات اهو يبقى 6 and 6 and 6 and 6 equal كام 24 او ال 4 نكتبها 6 مرات كده 6 1 2 3 4 5 6 يبقى 24 وبرده الاكزامبل ده 5 by 7 اهو الرو هعمل رو عندي 5 وال 7 اللي هم الكولوم بقى طبعا هتعرف تعملهم وهنا نفس الكلام برضو ال 5 هنكررها كم مره 7 مرات اهمت يبقى 35 وال 7 هعمل لها ريبيتد 5 7 برضو هكررها اهمت يطلع لي برضو 35 يس نفس الكلام هنا برضو سنه ثانيه عندي برضو 5 باي